في كل عام. الآن سيدي خادم الحرمين الشريفين يتجه إلى المنصة الرئيسة، ومعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وضيوفه من أصحاب السمو من دول الخليج، حيث إن هذا المهرجان تعودنا في كل عام أن يحضره عدد من الضيوف الأكارم من أصحاب السمو من الدول الخليجية الشقيقة الصديقة. بعد قليل يعزف السلام الملكي.